In the shown figure, if M1 3 kilogram, M2 2 kilogram, and the horizontal surface is frictionless, efficient friction, find the magnitude of the force exerted on block 1 by block 2. طبعا الأول ندرس الجسم كله على بعض عشان أجيب الأكسلريشن، عشان لما أدرس ده الواحد أبقى عارف الأكسلريشن. أدرس الجسم على بعض أقول سيجما الفورس تساوي إم إيه؟ سيجما الإم في الإيه لأن عندنا أكتر من كتلة. عندنا 25 يمين وخمسة يسار مفيش فريكشن. الكتلتين 3 و 2 5 وادي الـ A يبقى هنا 20 وهنا 5 اطلع الـ A بـ4. لو فصلت بلوك واحد بروحه هيبقى فيه 25 وفي فورس وفي اكسلريشن حسبناها بـ4. فلو درست الـ M1 بروحه هقول سيجما الفورس تساوي M1 مفيش أكتر من كتلة في A. في عندنا في الفورس 25 ناقص F. الـ M بـ3 والـ A بـ4 دي بـ12. F تيجي من هنا 12 تيجي من هنا تطلع الـ F بـ 13 نيوتن. طبعا مباشر كان ممكن أدرس الـ M2 ويطلع طبعا نفس القيمة، لكن هو قال لي أدرس M1 القوة اللي بتسببها M2 على M1 فكده أفضل وأنت بتكتب له يعني. ولكن كان طبعا لو درست M2 لأن الـ F بتاعت M1 على M2 طبعا نفس القيمة F نتيجة M2 على M1 الاتنين.